هلو نايت، بهاليوم المميز الجميل السعيد المليء بالأحداث الحلوة، حابب شارككم بواحد من أهم وأقدس المفاهيم بحياتي. هذا المفهوم يلي بفضله كل الناجحين في النيتورك الآن هم ناجحين، هذا المفهوم يلي وقت ينوجد عندك فأكيد الكثير من التغييرات الإيجابية والنجاحات والمبيعات والأرباح والسعادة حتنبث فيك وبالمؤسسة عندك، وبالتالي حتحصل الأمور يلي بتتمناها من النيتورك. دائما بتسمع جملة سلوكك يحدد سلوك المقابل، يعني أنا إذا بدي أخلق تغيير بسلوك المقابل، لأنه أنت كنتوركر شو الشيء اللي بتتمناه؟ أنت كنتوركر بتتمنى أنك تأثر بالآخرين، أنت جديد بتتمنى أنك تأثر بمرشحينك بحيث أنه يكونوا معك بسلاسة وبساطة، أنت أبلاين بتتمنى أنه يكون مؤثر بداونلاينك حتى يحقق النجاحات أو حتى يحقق التطبيق العملي للسيستم والمبادئ اللي بحاجتها لحتى ينجح. سلوكك يحدد سلوك المقابل، إذا معناته وقت بدك تغير شيء بسلوك المقابل في شغلات بأدائك وسلوكك هو الأساس يلي يحدد هذا التأثير والتغيير، والمقوم الأبرز لخلق سلوك فعال مؤثر بالآخرين هو امتلاك الباشن، امتلاك الحماسة. حتى أوضح أكثر مفهوم الحماسة بحب أستشهد بقصة لأحد أشهر القادة والمؤثرين في العالم، ديل كارنيجي. بأحد محاضراته راح القادة شاف انه الطلاب مجتمعين حول شخص عم يحكي لهم شغلة، شو هي هالشغلة؟ قال انه انا وقت انتقلت للبيت حبيت يكون عندي حديقة جميلة، حتى اعمل حديقة جميلة جبت خشب حرقته، هذا الرماد نشرته على الارض، بفصل الربيع عطى حشائش وعطى منظر حلو، فانت اليوم وقت بدك تحصل على حديقة جميلة فانت لازم ترمي رماد خشب محروق على الارض. ديل كارنيجي قاطعه قال له حلوة حماستك، بس أكيد بالأخير ليكون عندك حديقة جميلة لازم تبذر الأرض، أنت يمكن استلمت الأرض فيها بذور، فيها بالأصل حشائش نمت بعدين، أكيد المادة الميتة لن تنشئ مادة حية. قام هون قاطعه هذا المتحمس قال له لا، هي الرماد هو اللي خلق هذا الشيء. فبلش نقاش وعصب عليه ديل كارنيجي، بعدين التفت للطلاب قال يا جماعة مين مصدق هذا الكلام؟ المفاجأة كانت انه الكل رفع ايده، الكل مصدق، وقت ما سألهم كيف مصدقينه قال شو كان جوابهم؟ ما شفت الحماسة والثقة يلي عم يحكي فيها. فهون ديل كارنيجي بيقول انه اذا كانت الامور الخرافية والمخالفة للحقائق العلمية والمنطق سيصدقها الناس لو تكلمت عنها بحماسة، فما بالك بالامور الحقيقية، ما بالك انت بتجارة قال عنها كبار اقتصاديي العالم انه هي تجارة القرن 21، ما بالك انه انت بشركة تقدم منتجات فيها خير كتير للناس مع اروع فرصة عمل ممكن تكون تغير حياة الناس للأفضل، كيف لازم يكون حديثك عنها؟ فانت اليوم وقت ما في شيء عم يمشي عكس ما تريد او في امور عم تعركس معك، فعرف انه السبب الاساسي انه في نقص بالباشن، في نقص بالحماسة. هل الحماسة اني عيط وصرخ واخبط على الطاولة واقمز ونط؟ لا، اكيد مو هي الحماسة، بالعكس اصطناع هيك امور سيؤدي الى ردة فعل سلبية. الحماسة فيني لخصها بتنوجد بوجود أربع أمور أساسية. أولاً الرغبة الجامحة الحقيقية، وقت عندك رغبة بحلم عم تسعاله بشدة، وقت عندك رغبة إنك تحقق حلمك عن طريق هذا البزنس، هون ساعتها في الجزء الأكبر من الحماسة رح تظهر، هذا اللي بنعبر عنه بالحلم، بامتلاك الحلم. ما بنسى إنه أنا وقت ما أرجع لشخصيتي قبل النيتورك أنا كنت إنسان انطوائي خجول، كلمتين ما بعرف أحكي، ما بحب التسويق، ما بحب التواصل. اتغيرت كثير بمجرد دخولي للنيتورك وقت ما حصلت على أول تدريب هو الحلم. صح فيني أحلام كانت دفينة، أحلام الطفولة، اتذكرت أنه كنت أحلم أني أكون مشهور، كنت أحلم أني أكون ثري، كنت أحلم أني أكون إنسان صاحب بصمة بهالحياة، صاحب بصمة خير تغير من حياة الناس للأفضل. وكان هذا السبب اللي بالأساس أول شيء اخترت أني أكون مهندس IT. فوقت ما دخلت لهذا البزنس وشفت تدريب الحلم كانت طبعا بالفترة الماضية ميتة هي الرغبة ومتلاشية،
وقت ما أحييت هاي الرغبة مرة تانية وأيقنت أنه أنا دخلت للمجال اللي ححقق فيه هذا الحلم، هاي الرغبة حولتني لإنسان مجنون. هاي الرغبة خلتني بالرغم من أني قبل النيتورك إنسان كسول بنملي فوق ال 12 ساعة باليوم، من بعد النيتورك من بعد ما نهيت التدريب بشتغل 18 ساعة عمل باليوم من تلقاء نفسي من دون ما حدا يخبرني هذا الشيء، وبكل نشاط وبكل همة وبكل سعادة، من إنسان انطوائي خجول كلمتين ما بيعرف يحكي إلى إنسان منطلق وحياتي هذا البزنس والكلام بهذا البزنس. شو اللي خلق عندي هذا التغيير؟ الرغبة. هي الرغبة هي اللي حولتني من إنسان خجول وانطوائي إلى إنسان متحدث ومنطلق، وإن شاء الله أكون ملهم للآخرين مثل ما كثير أشخاص بالأيام الأولى بالعمل كانت تخبرني أنه نحن عشقنا العمل من هي النار الموجودة بعيونك. وطبعا هذا الشيء موجود بكل إنسان الآن عم يعمل نتائج أو عم يعمل شيء هو الملهم بحماسته للآخرين. فالرغبة هي الأساس الأول لتوليد هاي الحماسة. اثنين، الثقة. اليوم ما بنسى وقت ما دعيت للعمل بالرغم من سلبيتي، في شيء هو اللي خلاني سجل بالأخير، ناهيك عن أنه أنا ضمن دائرة تأثير الشخص اللي دعاني. ما بنسى أثناء متابعتي وقت إجا فيسي حسن وخبرني أبلايني الله يجزيه الخير، قال لي جواد، مع أنه كان وقتها لساته بالبداية لسه مو محقق نتائج بهذا الشغل بعد الديون متراكمة عليه، قال لي جواد بيجيك يوم بهذا البزنس بيجي تفتح الخزنة يوم الثلاثة وبتلاقي $1,000 وبتزعل أنه يا الله هذا الأسبوع بس 1,000. أنا قلت واو، شو هالثقة اللي عم يحكي فيها؟ انتبه، ليس المهم ماذا تقول، المهم كيف تقول. الطريقة اللي تكلم فيها والثقة الموجودة داخله انتقلت لإلي، حسيت فيها، شعرت فيها. لذلك في جملة، الحماسة معدية. انت مالك مضطر انك تفتعل شيء لحتى تقنع الآخرين. انت اليوم يكفي انك تمتلك هالشغلتين، الرغبة يلي ما تكون مدفوعة من حلم كبير ورغبة كبيرة بفعل شيء ما، رغبة لتغيير هذا الوضع اللي انت فيه، رغبة لتعيش حياة أفضل، رغبة بأنه تكون كفى لكل شيء مزعج وكل شيء آلمك وكل الفقر وكل الأمور السلبية اللي صارت بحياتك لتنطلق لعالم جميل فيه وفرة فيه ثراء فيه خيرات. الرغبة بأنك تساعد الناس اللي حواليك، الرغبة بأنك تكون عامل مؤثر بتغيير حياة الآخرين للأفضل، الرغبة بأنك تصنع شيء مميز لنفسك ولعائلتك وللناس اللي حواليك، إلى جانب إذن الثقة. أنت اليوم وقت تحكي مع مرشحك أو داونلاينك أو الشخص اللي داعي للبزنس، كن على يقين انه انت رح تساهم بتغيير حياته للافضل، كن على يقين انك مقدم له فرصة العمر. النيتورك ماركتينج سيغير اي انسان للافضل على فكرة، سواء نجح ولا ما نجح. طبعا اذا ما نجح لانه هو قرر انه ما يستمر وما ينجح، بس مستحيل النيتورك ماركتينج يمر على اي انسان الا وعطاه فائدة عظمى حتى اكبر بكتير من الاموال اللي دفعها، طبعا الى جانب المنتج القيم يلي رح يحصل عليه. فأنت اليوم وقت ما تدعي أي شخص، خلي دائما بداخلك هاي الثقة وهذا اليقين، مثل ما كان موجود عن فيسي حسن وقت ما كان عم يتابعني وقت ما قال لي أنه بتزعل على $1,000، وإجا اليوم يلي زعلنا وقت إجانا بس 2000، وإجا اليوم يلي زعلنا وقت كان الماكس تبعنا هو بلاتينيوم وليس دايموند. ولا ننسى أنه واحد من الأمور اللي بتعطيك دائما الباشن والحماسة هو الامتنان، الامتنان لما هو موجود، امتنان لصحتك اللي رب العالمين منعم عليك فيها، امتنان لا 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 كل شيء حلو موجود بحياتك، لوجود عائلتك، لوجود الناس اللي حواليك، لوجود سكن يحويك، لوجود كل شيء، لوجود العمولات وإن كانت بالبداية هي قليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، مبدأ أساسي بالحياة، وقت تمتل القليل سيزداد. هذا الامتنان بيخليك إنسان دائما صاحب بهجة، صاحب هيك روح مرحة،
بخليك، لأنه في نقطة مهمة، أنت ما فيك تكون حماسي وإيجابي داخل النيتورك وسلبي ومزعج خارج النيتورك. لازم دائما تكون ناشر للبهجة وين ما رحت. وقت ما تكون ممتن لكل شيء رب العالمين عطاك إياه، رح تكون إنسان تنشر البهجة ببيتك، بالشارع، بأي مكان بتروحه، بوسيلة نقل، بأي مكان. خلي دائما هذا سلوكك. آخر شغلة، أنت بتملك الباشن. خلينا نقول أوكي، اشتغلت على رغبتك، اشتغلت على ثقتك، اشتغلت على امتنانك، بس بعد عم تحس أنه هاي أمور، في أمور شوي خارج سيطرتك، ما عم تقدر تطورهم. شو الحل؟ الحل بالأداء، بالعمل، بالفعل. اشغل نفسك بشكل يومي. الباشن والحماسة تأتي للمشغولين، وتهرب هروب كبير جدا من الناس الفارغين. وقت ما انت تكون فارغ ومو مشغول بالبزنس، هون انت عرضة للأفكار السلبية، هون انت عرضة للنفس الأمارة بالسوء يلي بتحكي لك كتير وساوس وسلبيات، وبالتالي بتخفض من عزيمتك وهمتك. لذلك الأداء والفعل. إذا الباشن والحماسة هو يلي حيخلق التغيير الكبير بكل الناس اللي حواليك. حاولت بهذا الفيديو لخص النقاط الأساسية يلي انت بحاجتها لحتى تمتلك هاي الباشن، من تجربتي الشخصية، من تجربة الناس الناجحين واللي عندهم دائما الباشن العالي يلي عاشرتهم. اذا بنطبق ان شاء الله مبادئ هذا الفيديو، حتكون مثل ما بلشت بأول الفيديو، التغييرات حتكون مذهلة وسريعة. لا تنسى الحماسة معدية. انت اليوم بدك تخلي داونلاينك متحمس، يكفي انه انت تكون متحمس، الحماسة تعدى. وقت تكون متحمس لفكرة، هون ساعتها الشخص يلي عم تطرح له هاي الفكرة راح يكون ايضا متحمس إلها، لانه حتنتقل له بالعدوى. شكرا لكم ويعطيكم العافية.